كبير العلماء الأطباء ومن المختصين البارعين بعلم الأعشاب والنبات. رحل في طلب هذا العلم حتى أجاده وأتقنه، فكان أوحد زمانه وعلامة وقته في معرفة النبات ومواضع نباته وتحقيقه ونعت أسمائه. وضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن البيطار المالكي الأندلسي من كبار علماء النبات والأعشاب والطب في النصف الأول من القرن الثامن الهجري. استخدمت كتب ابن البيطار في تكوين أول معشبة نباتية وأول صيدلية إنجليزية أعدتها كلية الطب في عهد الملك جيمس الأول، كما يعد كتابه الأدوية المفردة أحد أسس تكوين علم العقاقير الحديث، فقد ترك عددا من المصنفات العلمية في الأعشاب والأدوية، منها الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. يعد من أهم المراجع في النباتات الطبية، استقصى فيه ذكر الأدوية المفردة وأسماءها وتحريرها ومنافعها، وبين الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه، فضم 1400 مادة معظمها من النباتات والخضروات، من بينها 200 نوع من النباتات لم تدرس من قبل. ولم يوجد في الأدوية المفردة كتاب أجل ولا أجود منه، إذ مثل ثمرة أعمال قرابة 150 من المؤلفين معظمهم من العرب، ما جعله يحظى باهتمام دارس النبات حتى القرن السادس عشر. وكان قد صنفه للملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل، وتم ترجمته إلى اللاتينية وطبع بها عام 58-700 للميلاد، كما ترجم إلى الألمانية من قبل فون زوندهايمر، ونشر في شتوتغارت أعوام 40-800 و 42-800، كما ترجم أيضا إلى اللغة الفرنسية.